الكيا اللي وراي قدرت انه توصل معانا بلائحه ثلاث اكثر سيارات مميزه بمعرض دبي الدولي للسيارات. اعرفوا ليش واعرفوا السيارات الثانيه على هاي اللائحه مع هذا الفيديو. إذا قلت لكم إني عم بتكلم عن سيارة سيدان بدفع خلفي مع محرك توين تيربو V6 بسعة 3.3 لتر بيولد 365 حصان وبسارع هاي السيارة لسرعة 100 كيلومتر بالساعة ب4.6 ثانية وبوصلها لسرعة قصوى 270 كيلومتر بالساعة، ما كنتوا تتخيلوا إنه عم بتكلم عن سيارة من كيا. نعم، كل هاي المعلومات هي لسيارة كيا ستينجر GT 2018. لما قدت سيارة الكورفت زد او 6 هاي السنة كنت بظن اني قدت اسرع سيارة كورفت ممكن انتاجها، لكني كنت غلطان. فشوفر لي اطلقت بمعرض دبي الدولي للسيارات سيارة الكورفت زد ار 1 واللي مع محرك V8 بسعة 6.2 لتر ومزود بتوربو أكبر 50% من الزد أو 6 عم بيولد معنا 755 حصان وعزم خيالي بيوصل ل 970 نيوتن متر. بيدفع هاي السيارة لسرعة قصوى عم تبلغ 340 كيلومتر بالساعة. ويجدر أني أذكر أن الكورفت زد آر 1 مع هاي الأرقام صارت أقوى وأسرع سيارة كورفت تم إنتاجها على الإطلاق، وأيضاً هي حالياً أسرع وأقوى سيارة تنتجها مجموعة جنرال موتورز. الاسم لحاله بيجعل هاي السيارة مناسبة للائحتنا هاي، فالفانتوم 1 of 1 ومثل ما ببين الاسم هي سيارة واحدة من نوعها بالعالم، وعم توعدنا الفانتوم 1 of 1 بأحدى أهم متع الحياة اللي من الصعب الحصول عليها، حيث أنه أقوى صوت حتسمعه هو صوت دقات قلبك. نعم، هي متعة الهدوء طبعاً، وما ننسى قمة الفخامة اللي ما بتضاهى بهاي السيارة.